أهلا بكم إلى أخبار الجزائر. والبداية بتعادل المنتخب الجزائري ضد نظيره الأنغولي في أول مباراة للخضر في كأس إفريقيا بالكوتيفوار. وسجل هدف الخضر بغداد بونجاح، وتباينت آراء الشارع الكروي حول أداء أشبالي بالماضي في أول لقاء. كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عن استرجاع الدولة لأكثر من 6000 هكتار من الأراضي والفضاءات غير المستغلة والمدرجة ضمن ما يسمى استرجاع العقار الصناعي الشاغر عبر كامل تراب الوطن. أشرف الفريق أول أسعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين. استقبلت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 30 طلباً لإنشاء مصانع سيارات عبر التراب الوطني، كما قدم متعاملون آخرون في القطاع طلباتهم على غرار الصينيين جاك وجيلي والكوريا هيوانزايا. أبدى الدولي الجزائري رياض محرز حسرته من التعادل أمام أنغولا في أول مباريات كأس الكوتيفوار، وصرح رياض لوسائل إعلامية بأن المنتخب تحكم في الشوط الأول قبل أن تتغير الأمور في الشوط الثاني. نهاية النشرة وإلى اللقاء.